للحديث معنا حول هذا الموضوع معنا هاتفيا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية. أهلا بك معنا دكتور. يعني إلى أي مدى يمكن لهذه الروشتة العلاجية أن تحجم من انتشار جدري القردة برأيك؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة لمرض جدري القرود، احنا اليوم نتكلم عن أزيد من 200 حالة في العالم، في 200 دولة، وأكثر من 150 حالة مشتبه فيها. السؤال اليوم المهم اللي احنا كعلماء وكخبرين في الصحة العالمية نجاوب على لماذا مرض جدري القرود ظهر في فترة قصيرة أرقام كبيرة مثل هذه الأرقام، يختلف عن ظهوره السابق بعد ما تم مقاومته في سنة 1980. عشان هيك لازم نستمر بالوقاية بالنصائح والإرشادات لكشف الأعراض اللي موجودة عند المصابين، عزل المصابين بدون رعب وخوف. ليش؟ لأنه فيش عنده أعراض خطيرة، وحتى الآن نتكلم فقط في حالة توفي في نيجيريا. كثير من الأشخاص اللي عملوا تطعيم قبل 50 سنة لمرض جدري القرود هم أو جدري العادي عندهم مقاومة لهذا المرض. اليوم الخطر كثير عن الأطفال وخصوصا أقل من سنة، وفي نفس الوقت كل شخص مصاب احتمال أنه يصيب أشخاص ثانيين تعد من 1 لـ50. نعم، وهنا أسألك دكتور، نعم، إلى أي مدى الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في حالة مرض كورونا، وأعلم جيدا أنها هذا المرض مختلف عن جدري القردة من حيث الشكل والمضمون وكذا، لكن إلى أي مدى هذه الإجراءات الاحترازية ربما تفيد في مسألة العزل وخلافه في مسألة عدم انتشار المرض بشكل واسع وعلى نطاقات واسعة؟ نعم، احنا لازم نقسم النصائح في نوعين. اول شيء انتقال الفيروس من الحيوان الى الانسان اذا صار احتكاك قوي، واذا صار هذا ومعروف من الحيوان، مثلا حيوان عض انسان ومعروف عرضه، هذا الحيوان لازم اخذ اجراءات باسرع وقت ممكن. في نفس الوقت الانسان يعدي الانسان الثاني في طريقه الاحتكاك المباشر، احتكاك الجلد خصوصا في ظهور التضخم الجلدي، وفي نفس الوقت عملية الجلد واستعمال جميع النصائح والإرشادات في هذه الحالة، وخصوصا في الجنس بين الذكور، لأنه في احتمال كبير أنه ينتشر في طريقة الدم أو بوسيلة الدم أو بالاحتكاك المباشر في عملية ممارسة الجنس، وخصوصا بين الذكور زي ما ظهر في إسبانيا بعد مهرجان اللي عملوه، وكان حوالي 8 حالات كلياتهم ذكور، وكان احتكاك مباشر بين بعض وخصوصا في ممارسة الجنس. عشان هيك لازم ناخذ بعين الاعتبار هاي الحالات، وأكل اللحوم بعد غسلها بطريقة جيدة، لأنه للأسف انتشار الفيروس يتم أيضا بوسيلة اللحوم المتلوثة والغير مغسولة في طريقة جيدة ومش مثبت من أصلها. عشان هيك هاي الوسيلة لازم نحط بعين الاعتبار إنها بتسبب انتقال، وفي نفس الوقت الملابس أو السطوح وخصوصا الملابس، إنه الملابس للشخص المصاب لازم الواحد يغسلها
أو لم يتم احتكاك معها أحسن، وعشان وصلت فكرتك دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أشكرك جزيل الشكر.